2022 اليوم الحمد لله في هذا العيد المبارك السعيد عيد الفطر عفوا حنا في ضيافه ديال الاباء والامهات ديالنا اللي في الدار المسنين عين الشق اللي بصراحه كتجمعنا معهم واحد العلاقه اكثر من 20 سنه ولا 15 سنه وحنا كنجيو عندهم اكثر من المعتمين اللي كانوا الجمعيه كانت الحمد لله سبب وسيله تواصل بين المحسنين وعمهم الحمد لله لقينا بصراحه كل الفرح وحبوبينا وبصراحه كانت واحد استقبال لواحد الحفاوه لقينا الاباء مازال كيعرفوا الاسماء ديالنا اللي كانت واحد القطيعه ديال الكون واحد عامين ولكن الحمد لله لقينا كنشكروا المديره ديال المؤسسه اللي منحتنا هذه الفرصه ودائما كتمنحنا هذه الفرصه لاخص حياه اذا كنشكر كل الاطراف ديال الجمعيه كان الشباب اللي جات اليوم كل المحسنين كل الزميلات ديالي في العمل اللي على هذا النشاط هذا بعد ما كنا بالامس كنا في ضيافه ديال الايتام ديال دار الامان ازو اليوم الحمد لله جينا لسميتو بدوري مره اخرى كنشكر الاخت حياه اللي هي كان المديره ديال المؤسسه هنا اللي لقينا الدار بصراحه كتشرف دار اللي لقيناها منقيه بزاف والحمد لله كاين واحد العمل كنشكر كل الناس كتخدم في هاد الدار اللي كتقدم واحد المجهود جبار باش انها تفرح هاد الاباء وتخليهم يعيشوا واحد الجو عائلي وكانه في الاسر ديالهم كنقول لكم كاملين جمعيه كار الشباب هي دائما هو الهدف ديالها هدف اللي هو اجتماعي كنشكر كل الاطراف ديال جمعيه الشباب الحمد لله سواء لي جون سواء الناس كبار داخل الوطن خارج الوطن كنشكر كل المحسنين اللي كيساعدونا وتحيه كبيره للجميع وكنظن ان كنتمنى هذا النداء حاولوا انكم تعتنيوا بالاباء ديالكم والامهات ديالكم لانهم بصراحه كيستاهلوا كثير فتحيه من دار المحسنين عين الشق كنقول جمعيه كار شبابكم وجميع المحسنين شكرا 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 نبيله من جمعيه كازا شباب حنا اليوم خلينا عائلتنا وجينا لا ميزون دي بيرسون زاجي على قبل نعيدوا معاهم ويكون عندهم داك الاحساس ديال فاميليال وداك الشيء والحمد لله صافي بليزيغ زاني ومع ما كورونا حبسنا هاد الشيء صافي 3 زون دابا وتوحشناهم وما توحشونا والحمد لله دابا فرحنا والحمد لله المهم هذا الشيء زوين وجمعيه كازا شباب راه كدير اكثر من المجهود ديالها شو الاحساس ديالك كتجي تشوف هاد الناس هادو كبار احساس زوين بزاف حيتاش ما هما كيبغيونا وحنا كنبغيوهم كتحس بحال والديك فريمون سيتي بارون حيت بحال فريمون والديك فوالا هما بيدهم قالوا لينا بما راه توحشونا من بعد الجائحة ديال كورونا ايوا الحمد لله اللي كيتخلى على والديه اش غنقول ليه زعما تقولي الهدايه صافي هذه اللي غنقول لك هدايه باسكو الوالدين شي حاجه اللي خطاهم على شي حد والله يخليهم لينا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة